بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في هذه المحاضرة التي سنتناول فيها بالشرح أجهزة السلام والصحة المهنية. يوجد ثلاثة أنواع لأجهزة السلام والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل: أولا رقابية، ثانيا بحثية، ثالثا وقائية. أجهزة السلام والصحة المهنية الرقابية تتمثل في جهاز التفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة القوى العاملة ومديريات القوى العاملة. أجهزة السلامة والصحة المهنية البحثية تتمثل في المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والمجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل. أجهزة السلامة والصحة المهنية الوقائية تتمثل في أجهزة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشآت وكذلك لجان السلامة بالمنشآت. نبدأ مع الأجهزة الرقابية، وهي تتمثل في جهاز التفتيش الخاص بالسلامة والصحة المهنية في وزارة القوى العاملة ومديريات القوى العاملة طبقا للمادة 224 من قانون العمل. تلتزم الجهة الإدارية بإعداد جهاز متخصص وتنظيم برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة المفتشين التابعين لجهاز التفتيش. يتولى جهاز التفتيش مراقبة تنفيذ أحكام السلامة والصحة المهنية في المنشآت، ويتم التفتيش في فترات مناسبة. المنشآت المتعلق عملها بالأمن القومي يتم التفتيش بمعرفة الأمن القومي، وقد صدر القرار رئيس الوزراء رقم 982 سنة 2003 بشأن المنشآت المتعلق عملها بالأمن القومي التابعة لوزارة الإنتاج الحربي. يتشكل جهاز التفتيش من أعضاء تتوافر فيهم المؤهلات العلمية والخبرة اللازمة في مجالات الطب والهندسة والعلوم وغيرها، على أن يتم تزويد جهاز التفتيش بالخبرات الفنية اللازمة ووحدات القياس وكافة الأجهزة اللازمة لتمكينه من أداء مهمته. وجهاز التفتيش بيكون تابع لوزارة القوى العاملة وكذلك مديريات القوى العاملة. تاني نوع من الأجهزة وهو الأجهزة البحثية، وهذا طبقا للمادة 229 من قانون العمل. يتمثل في المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية، ويختص هذا المركز بوضع الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل. كذلك المادة 230 يصدر قرار مجلس الوزراء بتشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل. وعلى ذلك فإن الأجهزة البحثية الخاصة بالسلام والصحة المهنية في جمهورية مصر العربية تتمثل في المركز القومي لدراسات السلام والصحة المهنية وكذلك المجلس الاستشاري الأعلى للسلام والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل. المجلس الاستشاري الأعلى للسلام والصحة المهنية نشأ نتيجة صدور قرار رئيس مجلس الوزراء 985 في هذا الشأن، يتكون برئاسة وزير القوى العاملة. دوره رسم السياسة العامة للسلامة والصحة المهنية. تنظيم أعمال المجلس تم بالقرار الوزاري رقم 154. يحدد انعقاد المجلس بمرة كل 6 أشهر. ننتقل إلى ثالث نوع من الأجهزة الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، وهي الأجهزة الوقائية. الأجهزة الوقائية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل المنشأة تتمثل في الأجهزة واللجان. أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية ولجان السلامة والصحة المهنية. الأجهزة الوظيفية للسلامة والصحة المهنية وهي توجد في المنشآت التي تستخدم 50 عامل فأكثر في موقع واحد أو من في حكمها. كذلك لجان السلامة والصحة المهنية في المنشآت التي تستخدم 50 عامل فأكثر. تنظيم أجهزة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشآت طبقا للمادة 227 من قانون العمل. يصدر قرار الوزير المختص وهو وزير القوى العاملة بإنشاء جهاز وظيفي للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل المنشآت.
كذلك اللجان المختصة، وهي لجان السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت سواء صناعية أو غير صناعية، والجهات التي تتولى التدريب. تختص هذه الأجهزة ببحث ظروف العمل وأسباب الحوادث والإصابات والأمراض المهنية. يشمل التدريب العاملين بالجهاز نفسه والمسؤولين عن الإنتاج، وعلى ذلك صدر قرار وزير القوى العاملة رقم 134 لسنة 2003 في هذا الشأن، وهو القرار الخاص بتشكيل أجهزة ولجان السلامة والصحة المهنية، وكذلك تحديد الجهات التي تتولى التدريب في هذا الشأن. قرار 134 سنة 2003 اللي تحدثنا عنه الذي أصدره وزير القوى العاملة ينص على أنه بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75، وعلى المادة 227 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 سنة 2003، وكذلك على الاتفاقيات الدولية والعربية الصادرة في هذا الشأن، أنا قدمت لحضراتكم محاضرة بها جميع بها قانون العمل وقوانين السلامة والصحة المهنية وتشريعاتها، وكذلك قرارات السيد وزير القوى العاملة والاتفاقيات الدولية والعربية الصادرة في هذا الشأن. يمكنكم الرجوع إلى هذه المحاضرة على قناة مركز سيف جين للسلامة والصحة المهنية والبيئة والجودة، وعلى قرار رئيس الوزراء رقم 900 رئيس الجمهورية رقم 932 سنة 69 في شأن المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل. الباب الأول خاص بتحديد المنشآت ومستويات الأجهزة الوظيفية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل. نص القرار على أن المنشآت التي تستخدم 50 عامل فأكثر في موقع واحد والمبنية بالجدول رقم واحد المرفق بالقرار، ويعتبر في حكم المنشآت كل موقع عمل منفصل يزاول به أحد أوجه نشاط المنشأة متى كان عدد العمال فيه 50 عامل فأكثر، أي أن المنشآت التي بها 50 عامل فأكثر، تمام، وكذلك يعتبر في حكم المنشآت التي تستخدم 50 عامل فأكثر المنشآت وفروعها ومواقع عملها مهما تعددت في دائرة المحافظة الواحدة حيث كان عدد العمال 50 عامل فأكثر. هذا هو الجدول للمنشآت الخاضعة للمادة الأولى من هذا القرار، المنشآت التي يعمل بها 50 عامل فأكثر. يعتبر في حكم المنشأة الصناعية ما يلي: جميع الأنشطة الواردة بقرار وزير الإسكان رقم 140 سنة 76 المنفذ القانون رقم 453 سنة 54 في شأن تحديد المنشآت الصناعية، جميع المنشآت الصناعية الواردة بقرار وزير الصناعة رقم 141 لسنة 58، كذلك قطاع التشييد والبناء يعتبر أيضا في حكم المنشأة الصناعية، أيضا قطاع النقل البري والبحري والجو والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية يعتبر في حكم المنشأة الصناعية، قطاع الإعلام والصحافة والطباعة والنشر والتوزيع، المنشآت السياحية والفندقية والمحال العامة والملاهي، قطاع الشحن والتفريغ والتخزين. كل هذه القطاعات تعتبر في حكم المنشأة الصناعية طبقا للمادة الأولى من قرار السيد وزير القوى العاملة. أيضا القطاع الزراعي والبيطري وصيد البر والبحر والتعاونيات والغابات وتربية الحشرات، قطاع الخدمات ويشمل النظافة والأمن والخدمات البحرية للسفن بالمواني وخدمات البترول، المناجم والمحاجر والملاحات والبترول، قطاع الصناعات التحويلية، المرافق والهيئات العامة للصرف الصحي والمياه والكهرباء والغاز وشركات توزيعها، المنشآت التي تعمل في مجال الطاقة النووية، وحدات الرعاية والخدمات الصحية، وحدات الرعاية والخدمات الصحية، وحدات معالجة النفايات والمواد الخطرة، قطاع الموارد المائية، البحث والتنقيب وتداول واستخدام وتخزين الغازات الطبيعية. كل هذه كانت منشآت صناعية. أما بالنسبة للمنشآت الغير صناعية طبقا للقانون والقرار الوزاري، يعتبر في حكم المنشأة غير الصناعية ما لم يرد في البند السابق. كل المنشآت التي لم ترد فيها في البند السابق
اللي احنا ذكرناه حوالي 17 بند، تعتبر منشأة غير صناعية، وتعامل الوحدات الصناعية التابعة لهذه المنشآت كمنشآت صناعية، ويطبق عليها كل ما يسري على الفقرة السابقة. أي أن المنشآت الغير صناعية قد تحتوي على وحدات صناعية، هذه الوحدات تعامل معاملة المنشآت الصناعية. الجهاز الوظيفي للسلامة والصحة المهنية ينشأ بالمنشآت اللي احنا ذكرناها الصناعية وغير الصناعية وفروعها المشار إليها بالمادة واحد، جهاز وظيفي متخصص للسلامة والصحة المهنية يتناسب حجمه مع مسؤوليات المنشأة وحجم العمالة بها وطبقا للجدول رقم 2، وهنعرف الجدول اللي بيحدد حجم جهاز السلامة والصحة المهنية بالنسبة لحجم العمالة في المنشأة. ويعتد إليه بأعمال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل تنفيذا للمادة الثالثة من هذا القرار، وتساوى العاملون بجهاز السلامة والصحة المهنية مع زملائهم من نفس المستوى الوظيفي المنشأة في كافة المزايا العينية والمادية. يتبع هذا الجهاز مباشرة صاحب العمل، جهاز السلامة والصحة المهنية بيتبع مباشرة صاحب العمل، وده بيدي ميزة كبيرة جدا لجهاز السلامة والصحة المهنية بتسهيل أعماله. ورئيس مجلس الإدارة أو المدير المسؤول عن المنشأة بحسب الأحوال إن كان في صاحب عمل أو رئيس مجلس إدارة أو مدير مسؤول، ويكون أي منهم مسؤولا عن توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل المنشأة. تلتزم المنشأة بتوفير أجهزة القياس المناسبة لتقييم وقياس المخاطر، سواء إذا كانت مخاطر فيزيائية أو بيولوجية أو كيميائية أو مخاطر هندسية أو سلبية أو أرجينومكس أو ما إلى ذلك من المخاطر التي يتعرض لها العاملون في بيئة العمل. ده الجدول رقم 2 اللي بيحدد تكوين وتشكيل جهاز السلامة والصحة المهنية طبقا لعدد العمال. إذا كانت المنشأة الصناعية وعدد العمال فيها من 50 إلى 200 عامل، يكفي فني متفرغ، يتكون جهاز السلامة والصحة المهنية من فني متفرغ. إذا كانت المنشأة صناعية وعدد العمال أكثر من 200 حتى 500 عامل، 2 فني متفرغ بالإضافة إلى أخصائي متفرغ. إذا كانت المنشأة صناعية وعدد العمال بها من 500 أكثر من 500 إلى 1000 عامل، يتوفر فيها، ينبغي أن يتكون جهاز السلامة من أخصائي متفرغ مع 3 فني متفرغ للسلامة والصحة المهنية، ولكل 1000 تالية على الألف الأولى زيادة ما سبق، زيادة أخصائي متفرغ و2 فني متفرغ. تمام؟ يعني إذا كانت المنشأة فيها 2000 عامل، يبقى تحتاج 3 أخصائي متفرغ مع 5 فني متفرغ على سبيل المثال. إذا كانت المنشأة غير صناعية عدد العمال فيها من 50 حتى 200 عامل، يكفي وجود أحد العاملين غير متفرغ طبعا خاص بالسلامة والصحة المهنية. إذا كانت المنشأة غير صناعية وبها أكثر من 200 عامل وأقل من 500 عامل، من 200 إلى 500، يكفي وجود فني متفرغ للسلامة والصحة المهنية لكل 500 تالي زيادة على ما سبق. أي طبعا إذا كان في 1000 يبقى 2 فني متفرغ على سبيل المثال. ده الجدول التابع لقرار السيد وزير القوى العاملة، جدول رقم 2 اللي بيحدد تشكيل جهاز السلامة والصحة المهنية بالمنشآت طبقا لعدد العمال في المنشآت الصناعية وغير الصناعية. وفي جميع الأحوال لابد من تواجد أخصائي على الأقل في المنشآت الصناعية التي يزيد عدد عمالها في كل الورديات عن 500 عامل، أي أن المنشأة الصناعية التي يزيد في عدد العمال عن 500 عامل في جميع الورديات، في جميع الورديات ينبغي أن يتوفر على الأقل أخصائي سلامة وصحة مهنية واحد على الأقل. ننتقل إلى المنشآت التي تستخدم أقل من 50 عامل. طبقا للمادة رقم 4، المنشآت الواردة بالجدول رقم 1 والتي يعمل بها أقل من 50 عامل، يكون صاحب العمل أو من يفوضه مسؤولا عن توفير اشتراطات واحتياطات ومستويات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
ننتقل إلى مسؤولية جهاز السلامة. اتكلمنا عن تشكيل جهاز السلامة، سواء المنشأة الصناعية أو غير الصناعية، بها عدد عمال أكثر من 50 عامل أو أقل من 50 عامل. ننتقل إلى مسؤوليات هذا الجهاز. ما هي مسؤوليات جهاز السلامة والصحة المهنية في المنشآت؟ المادة 3 تحدد مسؤوليات جهاز السلامة. أولاً، إبداء الرأي مع إدارة المنشأة والمختصين فيه. التصميم الخاص بالإنشاءات والمعدات والأجهزة الخاصة بالإنتاج والخدمات والأجهزة والمعدات الخاصة بالتحكم في المخاطر والملوثات وبيئة العمل والتوسعات التي تطرأ عليها. تحديد السياسات وخدمات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشأة. لابد أن تتسم السياسة الخاصة بالسلامة والصحة المهنية في أي منشأة بما يلي، أي أن من مسؤولية جهاز السلامة والصحة المهنية تحديد السياسة. لابد أن تتسم السياسة بالوضوح التام وعدم الغموض في البنود المنصوص عليها. أن تعتمد السياسة من أعلى سلطة بالمنشأة، من صاحب العمل أو من المدير المسؤول أو العضو المنتدب. أن يتم تحديثها وتطويرها باستمرار. وقدمنا لحضراتكم في كورس النيوش ما هي الظروف التي تقتضي معها تطوير وتحديث سياسة السلامة والصحة المهنية، يمكنكم الرجوع إليها. أن يتم شرح السياسة وتعريف جميع العاملين بها، أن تكون مناسبة للتطبيق في جميع أنشطة العمل. 3، التعرف على من مسؤولية جهاز السلامة، التعرف على جميع الأنشطة بالمنشأة وجميع العمليات الإنتاجية الجارية في المنشأة، وكذلك التعرف على الخامات الأولية والمواد الوسيطة وصولا إلى المنتج النهائي، وكذا المواد والنفايات الخطرة، واتخاذ الاحتياطات الواقية من المخاطر المحتملة، خاصة مخاطر الحريق والانفجار. 4، وظيفة لجهاز السلامة، التعرف على المخاطر في بيئة العمل، وعلى الأخص المخاطر الفيزيكال هازارد والميكانيكال هازارد والبيولوجيكال هازارد والكيميكال هازارد والنيجاتيف أو المخاطر السلبية، والتي تؤثر على صحة وسلامة العاملين من حيث خصائصها وآثارها على صحة وسلامة العاملين واقتصاديات المنشأة. 4، قياس وتقييم الملوثات والمخاطر باستخدام الأجهزة والمعدات المحمولة والثابتة. تمام. يتم التعرف على المخاطر بقياسها وتقييمها، للتعرف على نوعية المخاطر ومستويات تركيزها وطبيعتها كما وكيفا، جميع أنواع المخاطر باستخدام الأجهزة المختلفة والمعدات المحمولة والثابتة لقياس هذه المخاطر، سواء كانت قياس الغازات في جو العمل أو قياس جميع أنواع المخاطر الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية أو الهندسية أو ما إلى ذلك. قياس أيضا آثار هذه المخاطر على صحة العاملين، قياس آثارها على سلامة بيئة العمل، التعرف على نظام التحكم والسيطرة على الأخطار والملوثات. على سبيل المثال، جهاز قياس شدة الاستضاءة، وهي من ضمن المخاطر الفيزيائية أو الطبيعية في بيئة العمل، وموجود على قناة مركز سيف جين للسلامة والصحة المهنية والبيئة والجودة، شرح لجهاز قياس الاستضاءة، وأيضا جهاز قياس الضوضاء، وعرفنا الفرق ما بين الضوضاء والاستضاءة. كذلك جهاز قياس الإشعاع والوطأة الحرارية والغازات، وجميعها ضمن المخاطر الفيزيائية في بيئة العمل. أيضا من مهام جهاز السلامة والصحة المهنية إبداء الرأي في تحليل وتقويم المخاطر والكوارث والحوادث الصناعية المحتملة، وإعداد خطط الاستجابة لمواجهة الطوارئ والأزمات، وتدريب العاملين عليها لاختبار فاعليتها وكفاءتها، والتعرف على السلبيات والإيجابيات أثناء إجراء التجارب الميدانية على تنفيذها. على سبيل المثال، دي رسم لخطة الطوارئ أو خطة الإخلاء في حالة الطوارئ. دي من مسؤولية جهاز السلامة والصحة المهنية إنشاء هذه الخطة، عبارة عن رسم كروكي للمنشأة موضحا به خطة الطوارئ.
من أيضا من مسؤولية جهاز السلامة الاشتراك في وضع المواصفات الفنية ومعايير السلامة لمعدات وأجهزة ومعدات الوقاية الجماعية والشخصية للمنشآت والعاملين بها طبقا لمواصفات الجودة والتوحيد القياسي والأسس الفنية في استخدامها وصيانتها والتحقق من فعاليتها وملائماتها لطبيعة العمل والمخاطر والملوثات في بيئة العمل. تقدير الإجراءات الخاصة وذلك بتنظيم وإدارة الرعاية الصحية والاجتماعية والإسعافات الطبية ومعرفة الأنظمة الإحصائية في تبويب وعرض وتحليل نتائج البيانات الخاصة بحوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية والحوادث الجسيمة واستخلاص التوصيات اللازمة لمنع الحوادث وإصابات العمل وتشمل الأمراض المهنية لمنعها أو الحد منها وفقا لما ورد بالتشريعات الوطنية وكذلك الواردة بقانون العمل رقم 12 سنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له والإحصائيات النصف سنوية. أي أن من واجب جهاز السلامة والصحة المهنية إعداد الإحصائيات نصف سنوية عن الإصابات والأمراض العادية والمزمنة والأمراض المهنية والحوادث الجسيمة وذلك طبقا للنماذج رقم 1 و2 و3 و4 و5 و6 الملحقة بالقرار الوزاري. ننتقل إلى نماذج الإحصائيات النصف سنوية، يمكنكم الاطلاع على هذه النماذج وتحميلها على موقع مركز سيف جين للسلامة والصحة المهنية على شبكة الإنترنت. هناخد نماذج هذه الإحصائيات. أولا نموذج رقم 1 خاص بإحصائية إصابات العمل، نموذج إحصاء رقم 2 خاص بإحصائيات إصابات العمل، نموذج إحصاء رقم 3 خاص أيضا بإحصائيات إصابات العمل في المنشآت التي يعمل بها 50 عامل فأكثر، نموذج إحصاء رقم 4 خاص بإحصائية الحوادث الجسيمة خاص بالمنشآت التي يعمل بها 50 عامل فأكثر، إحصائية الأمراض العادية والمزمنة هي نموذج إحصاء رقم 5، في نموذج إحصاء رقم 6 أيضا خاص بالمنشآت التي يعمل بها أقل من 50 عامل. يمكنكم الاطلاع على هذه النماذج وتحميلها من الموقع كما ذكرت. تاسع وظيفة من وظائف جهاز السلامة بالمنشآت هي التوعية وتثقيف العاملين بالمنشأة عن طريق الندوات وورش العمل والحملات الإعلامية في أقسام العمل وكذا عن طريق الملصقات واللوحات الإرشادية وأجهزة الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة، إعداد النشرات والكتيبات وأسابيع السلامة والصحة المهنية للتوعية والتثقيف. 10. الاشتراك مع جهات الاختصاص أولا في تخطيط البرامج التدريبية للفني وأخصائي السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وأعضاء اللجان والعاملين بالمنشأة طبقا للقانون وطبقا للقرار الوزاري الذي يحدد التدريب وجهات التدريب. أيضا الاشتراك في البحوث والدراسات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل. الوظيفة رقم 11 لأجهزة السلامة إعداد الخطة السنوية الخاصة بتنفيذ السياسات وإدارة الخدمات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وكذلك إعداد الخطة السنوية الخاصة بالخطط الاستثمارية الخاصة بالاحتياجات والمتطلبات لتنفيذ هذه السياسة. رقم 12 دي رقم 12 التفتيش اليومي وفي كل وردية عمل على أماكن العمل طبقا لقائمة التفتيش طبعا للتعرف على المخاطر والملوثات المحتملة في بيئة العمل والتزام العاملين بتنفيذ التعليمات والاشتراطات الخاصة بذلك. من وظيفة جهاز السلامة هي التفتيش على مواقع العمل المختلفة لاكتشاف المخاطر المختلفة والتعرف عليها ومراقبة التزام العاملين بإرشادات السلامة والصحة المهنية. الوظيفة رقم 13 هي معاينة الحوادث الجسيمة والإصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية للتعرف على أوجه القصور الذي أدى إليها وإعداد التقارير الفنية الخاصة بأسبابها وطرق منعها أو الحد منها
وأنا قدمت لحضراتكم محاضرة تحليل الحوادث الجسيمة والإصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية على قناة مركز سيف جين، يمكنكم الرجوع إليها. الوظيفة رقم 14 من وظائف جهاز السلامة هي إعداد سجل خاص بإدارة خدمات وسياسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بشكل يهدف إلى تأسيس وتطبيق وتنسيق برامج ومعايير السلامة والصحة المهنية التي تجعل كل أنشطة العمل بالمنشأة لا تضر بصحة وسلامة العاملين وبيئة العمل واقتصاديات المنشأة. الوظيفة رقم 15 وهي إعداد تصاريح العمل الورك بيرميت قبل البدء في إجراء أي عمليات للصيانة والإصلاح أو أي عمليات أخرى من المحتمل أن تسبب خطورة على سلامة وصحة العاملين. وقدمت لحضراتكم محاضرة تصاريح العمل وكذلك محاضرة أنظمة تصاريح العمل، يمكنكم الرجوع لهذه المحاضرات على قناة مركز سيف جين. يجب التأكد من أن جميع إجراءات والاحتياطات لتأمين بيئة العمل قد نفذت بدقة. تلتزم إدارات المنشأة باختيار جهاز السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بهذه العمليات قبل القيام بأي عمل ذات خطورة على العاملين وبيئة العمل لتأمينها قبل البدء فيها والتصريح بها على نموذج يعد لها لهذا الغرض، وهي نماذج تصاريح العمل المعروفة، ويمكنكم أيضا الرجوع إليها على قناة مركز سيف جين وكذلك على مدونة مركز سيف جين. طبعا من أنواع تصريح العمل كما أخذنا في محاضرة تصريح العمل ومحاضرة أنظمة تصريح العمل هي تصريح عمل ساخن، تصريح عمل بارد، تصريح دخول الأوعية المغلقة، تصريح الحفر، تصريح استخدام المصادر المشعة، تصريح الدخول إلى الأماكن الخطرة، تصريح كفاءة السقالة، لبعض الشركات فقط تستخدم هذا التصريح، ودي طبعا كل تصريح له لون معين للتمييز. متابعة وإجراء الصيانة الدورية والوقائية لوسائل الوقاية من الحريق والانفجار مع توفير المعدات اللازمة لوسائل الإنقاذ والتأكد من صلاحيتها بصفة مستمرة عن طريق إعداد سجلات خاصة بالصيانة. من هذه الوسائل زي طبعا إجراء صيانة للطفايات والتفتيش عليها، كذلك أنظمة الإنذار من الحريق وأنظمة الإطفاء التلقائي، وأيضا وسائل الإنقاذ وما إلى ذلك من الوسائل. وفي جميع الأحوال يجب على جهاز السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل أن يخطر صاحب العمل أو المدير المسؤول والجهات المختصة فور اكتشاف أي أخطار لتلافيها فورا. دي كانت وظائف جهاز السلامة والصحة المهنية ودوره في المنشأة. ننتقل إلى أهم سجلات السلامة والصحة المهنية. أولا سجل اجتماعات لجنة السلامة والصحة المهنية، في سجل الإصابات، سجل الأمراض المهنية، سجل الأمراض العادية والمزمنة، سجل الحوادث الجسيمة، سجل التفتيش اليومي، سجل القياسات، سجل الصيانة، سجل المركبات والمعدات والمراجل البخارية والآلات الحرارية، سجل التدريب، سجل مهمات الوقاية الشخصية وأجهزة القياس. ننتقل إلى المستندات المطلوبة من جهاز السلامة أثناء التفتيش. أثناء تفتيش جهاز التفتيش الخاص بالسلامة والصحة المهنية في وزارة القوى العاملة ومديريات القوى العاملة يقوم بالتفتيش على تقريبا 14 مستند ينبغي توافرهم لدى جهاز السلامة. أولا رخصة التشغيل والرسم الهندسي. ثانيا رخص المراجل البخارية أو الغلايات وأذونات الإدارة ورخص المصاعد والمولدات وأجهزة الإشعاع. السجلات النوعية وهي سجلات السلامة والصحة المهنية وتشمل سجل الاجتماعات الشهرية، سجل المرور اليومي، سجل الإصابات، سجل الحوادث الجسيمة، سجل الأمراض المهنية، سجل الأمراض العادية والمزمنة، سجل القياسات وأجهزة القياس، سجل صيانة المعدات، سجل صيانة أجهزة ومعدات الإطفاء. أربعة قرار تشكيل جهاز ولجنة السلامة والصحة المهنية
5 شهادات التدريب الأساسي والمتقدم لأعضاء اللجنة والجهاز الوظيفي طبقا للقانون والقرار الوزاري، تقييم المخاطر وخطط الإخلاء والطوارئ، خطة الدفاع المدني والحريق وتقرير الحماية المدنية المنشأة وهي تقرير الدفاع المدني، الكشف الطبي الابتدائي للعاملين، الكشف الطبي الدوري للعاملين، الإحصائيات النصف سنوية على الأمراض والإصابات والحوادث، ما يثبت قيام المنشأة بتدريب وإحاطة العامل بمخاطر المهنة قبل مزاولة العمل، قرار تعيين الممرض المؤهل للقيام بأعمال الإسعافات الأولية، الشهادات الصحية للعاملين بالمطعم والبوفيه، ما يفيد سداد مستحقات صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية. هذه كانت المستندات التي ينبغي توافرها لدى أجهزة السلامة. نكون كده أخذنا السجلات التي ينبغي توافرها لدى جهاز السلامة، وهي سجلات السلامة والصحة المهنية، وأيضا المستندات التي ينبغي توافرها لدى جهاز السلامة. وبكده نكون وصلنا إلى نهاية الشرح الخاص بجهاز السلامة والصحة المهنية، وننتقل إلى لجنة السلامة بالمنشآت. الباب الثاني طبعا يتحدث عن لجان السلامة والصحة المهنية وتنظيم عملها. المادة الخامسة من القرار يتشكل على أساسها لجنة السلامة والصحة المهنية في المنشآت التي تستخدم 50 عامل فأكثر. على أن تتكون لجنة السلامة من أولا صاحب العمل أو من يفوضه في الحضور واتخاذ القرار أو المدير المسؤول رئيسا للجنة السلامة والصحة المهنية في المنشأة، رؤساء أقسام العمل أعضاء، المسؤول الدفاع المدني عضوا، طبيب المنشأة إن وجد طبيب المنشأة عضوا، المسؤول الأول عن السلامة والصحة المهنية والتأمين بيئة العمل عضو ومقرر. 6 عدد مساوي الأعضاء بما فيهم الرئيس من العمال يختارهم مجلس إدارة المنظمة النقابية للمنشأة بحيث يمثلون مختلف أقسام العمل بالمنشأة. وفي حالة عدم وجود لجنة نقابية يتم اختيار العمال عن طريق المنشأة ويعتمد من النقابة العامة المختصة. دي كانت 6 مكونات للجنة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل. أولا من صاحب العمل أو من يفوضه في الحضور واتخاذ القرار أو المدير المسؤول الرئيس، رؤساء أقسام العمل أعضاء، 3 مسؤول الدفاع المدني، 4 طبيب المنشأة إن وجد، 5 المسؤول الأول عن السلامة والصحة المهنية في المنشأة عضو مقرر، 6 عدد مساوي الأعضاء من العمال بما فيهم الرئيس. ننتقل إلى اختصاصات لجنة السلامة بالمنشأة أو دور لجنة السلامة. تختص لجان السلامة المشار إليها ببحث ظروف العمل وأسباب الحوادث والإصابات والأمراض المهنية وغيرها ووضع القواعد والاحتياطات الكفيلة بمنعها، وعلى الأخص ما يلي: أولا اتخاذ الإجراءات الإدارية والتنظيمية لإعداد الهيكل التنظيمي لجهاز السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشأة طبقا لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنفذة لهذا القانون، وضع الخطط الاستثمارية والمالية وإعداد اللوائح، تقدير الاحتياجات من الكوادر الفنية والأجهزة والمعدات، وذلك لتحقيق السياسات والخدمات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل. ثانيا بحث ظروف العمل من حيث الأسباب التي تؤدي إلى الحوادث والجسيمة وإصابات العمل والأمراض المهنية والمزمنة، اتخاذ الإجراءات والتوصيات اللازمة لمنعها أو الحد من تكرارها، توفير أجهزة قياس المخاطر والملوثات في بيئة العمل وخاصة المخاطر الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للتأكد من مطابقة المنشأة للمستويات والمعايير الآمنة. ثالثا من دور لجان السلامة العمل على تطوير الأداء والخطط والبرامج الخاصة بخدمات السلامة المهنية والرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية للحفاظ على سلامة وصحة العاملين. رابعا مراعاة المعايير الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل عند استيراد واستخدام المعدات والأجهزة ذات التكنولوجيا الحديثة في مجال العمل. خامسا متابعة إعداد خطط إدارة الأزمات والطوارئ عن طريق
طبعا حالات الاستجابة، إعداد خطط خاصة بحالات الاستجابة لمواجهة الطوارئ والكوارث الصناعية المحتملة، تدريب الكوادر الخاصة بتنفيذ خطط إدارة الأزمات والطوارئ، إجراء التجارب العملية على هذه الخطط لتقييم الإيجابيات والسلبيات عند تنفيذ خطط الطوارئ داخل وخارج المنشأة. سادسا، من مهام لجنة السلامة متابعة أعمال جهاز السلامة والصحة المهنية ومدى التزامه بتطبيق السياسات والخدمات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، متابعة البرامج والخطط الخاصة بتحليل وتقدير وتقويم المخاطر الناجمة والمحتملة من العمليات الإنتاجية، متابعة الاشتراطات الفنية الخاصة بإدارة المواد الخطرة المستخدمة في العملية الإنتاجية من حيث إعداد بيانات السلامة الخاصة بهذه المواد وبطاقات التصويت والعلامات الإرشادية، قياس الأخطار المحتمل حدوثها، نظم التخزين والتداول لهذه المواد، بالإضافة إلى متابعة النظم الخاصة بمعالجة وتدوير ونقل وتخزين النفايات والمواد الخطرة. ننتقل إلى اجتماع لجنة السلامة طبقا للمادة السادسة، على صاحب العمل أو من يفوضه أو المدير المسؤول اختار مكتب السلامة والصحة المهنية بمديريات القوى العاملة والهجرة بأسماء أعضاء اللجان بمجرد تشكيل لجان السلامة أو تغيير أحد أعضائها. المادة 7 تنص على أن تجتمع لجنة السلامة مرة على الأقل كل شهر. على الأقل، يعني من الممكن أن تجتمع أكثر من مرة، لكن على الأقل تجتمع مرة واحدة كل شهر. أيضا تجتمع اللجنة خلال 48 ساعة على الأكثر فور وقوع حادث جسيم أو ثبوت إصابة أحد الأمراض المهنية. أيضا يكون اجتماع اللجنة بناء على دعوة من رئيس اللجنة، وهو رئيس اللجنة زي كما ذكرنا هو صاحب العمل أو المدير المسؤول أو من يفوضه. يحدد رئيس العمل موعد ومكان انعقادها، قلنا على الأقل تكون الانعقاد مرة على الأقل كل شهر أو خلال 48 ساعة على الأكثر فور وقوع حادث جسيم أو ثبوت إصابات بأحد الأمراض المهنية. يرفق مع الدعوة جدول أعمال الاجتماع والمذكرات والبيانات التي تتصل بالموضوعات الواردة بجدول الأعمال. في حالة غياب رئيس اللجنة تكون الدعوة من مقرر اللجنة، وهو طبعا المسؤول الأول للسلامة والصحة المهنية وفقا للإجراءات والأوضاع السابقة. نتكلم بعد ذلك على صحة انعقاد اللجنة، وده بتحدده المادة رقم 8. يشترط لصحة انعقاد لجنة السلامة حضور أغلبية الأعضاء أي 50+1، على أن يكون بينهم ممثل على الأقل عن العمال وممثل عن إدارة المنشأة. ينبغي على الأقل أن ينعقد 50+1 من أعضاء اللجنة، وأيضا ينبغي أن يحتوي الاجتماع على ممثل على الأقل عن العمال وممثل عن إدارة المنشأة. دي 3 شروط لصحة انعقاد اللجنة. إذا لم يكتمل النصاب القانوني لصحة الانعقاد يؤجل الاجتماع لمدة 48 ساعة توجه خلالها الدعوة للأعضاء كتابة ويوقع كل منهم باستلامها، ويكون انعقاد اللجنة في هذه الحالة صحيحا بأي عدد من الأعضاء مهما كانت صفتهم. تصدر قرارات اللجنة بموافقة أغلبية الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات بين الموافقين والرافضين يرجح الجانب الذي به رئيس اللجنة. أما بخصوص سجل اجتماع اللجنة، وده بيتحدده المادة رقم 9 و10. المادة رقم 9 بتنص على يقدم الأعضاء اقتراحاتهم لمقرر اللجنة وهو المسؤول الأول عن السلامة والصحة المهنية كتابة قبل انعقادها بأسبوع على الأقل. المادة 10 بتنص على أنه على مقرر اللجنة إعداد سجل خاص لأعمال اللجنة يدون فيه أعمالها، ويكون هذا السجل مرقم ومختوم الصفحات بمعرفة مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة، ويجب أن يكون السجل معدًا وموضوعًا بحيث يسهل اطلاع مفتش السلامة والصحة المهنية على هذا السجل.
ويوقع على بحاضر جلسات اللجنة كل من رئيس اللجنة ومقرر اللجنة وممثل عن العمال. حضور اجتماع اللجنة من مفتشي السلامة، ده بتحدده المادة رقم 11، بتنص على أنه على مقرر اللجنة وهو مسؤول السلامة والصحة المهنية اختار مديرية القوى العاملة المختصة بمكان وميعاد انعقاد اللجنة حتى يتمكن مفتش السلامة من حضور اجتماعات اللجنة، وبينص القانون أنه يلزم حضور اجتماعين على الأقل سنويا، أن يحضر ممثل أو مفتش السلامة والصحة المهنية اجتماعين على الأقل سنويا للجان السلامة والصحة المهنية على أن يثبت ذلك في سجل اللجنة. مادة 12 بتنص على أنه في حالة غياب أحد الأعضاء 3 مرات متتالية دون عذر مقبول، وجب على اللجنة بالمنشأة ترشيح عضو آخر بدلا من هذا العضو، ثم يتم اختيار مكتب السلامة والصحة المهنية المختص بالعضو الجديد. أما بالنسبة للجنة المركزية للسلامة والصحة المهنية، تحدثت عن اللجان الفرعية وعرفنا تكوينها أو تشكيلها ووظيفتها واجتماعها وكل ما يخص لجنة السلامة والصحة المهنية الفرعية. أما لجنة المركزية للسلامة والصحة المهنية، تنص المادة رقم 13 على أنه في حالة وجود فروع متعددة للمنشأة بها لجان فرعية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، يتم تشكيل لجنة مركزية للسلامة والصحة المهنية بالمركز الرئيسي للمنشأة على مستوى الجمهورية أو المحافظة، يشرف على عمل هذه اللجان الفرعية ويكون تشكيلها على النحو التالي. إذا من وظيفة اللجنة المركزية هي الإشراف على أعمال اللجان الفرعية. طيب، إحنا عرفنا فيما سبق تشكيل اللجان الفرعية، قلنا بتتشكل من صاحب العمل أو المدير المسؤول أو من يفوضه، ثانيا رئيسا للجنة، ثانيا تتشكل من رؤساء أقسام العمل أعضاء، طبعا مسؤول الدفاع والدفاع والحريق عضو، طبيب المنشأة إن وجد عضو، المسؤول الأول على السلامة والصحة المهنية عضو ومقرر، سادس حاجة عدد مساوي من العمال لأعضاء اللجنة بما فيهم الرئيس تختارهم اللجنة النقابية، إن في حالة عدم وجود اللجنة النقابية يتم ترشيحهم من قبل المؤسسة وتصدق عليهم النقابة المختصة. دي كانت تشكيل اللجان الفرعية وعرفنا وظيفتها ودورها واجتماعاتها وما إلى ذلك. طيب، ما هو تشكيل اللجنة المركزية التي تتواجد في المركز الرئيسي للمنشأة في حالة وجود أكثر من فرع للمنشأة على مستوى الجمهورية؟ تتشكل اللجنة المركزية من رئيس مجلس الإدارة أو صاحب العمل أو من يفوضه رئيسا لها، رؤساء اللجان الفرعية أو من يفوضونه أعضاء، مسؤول السلامة والصحة المهنية في اللجان الفرعية أعضاء، طبيب المنشأة بالمركز الرئيسي إن وجد عضوا، مسؤول الدفاع المدني والحريق بالمركز الرئيسي إن وجد عضوا، المسؤول الأول للسلامة والصحة المهنية بالمركز الرئيسي عضوا ومقررا. بعد كده في عدد من العمال تختارهم اللجنة النقابية بالمركز الرئيسي من اللجان الفرعية ويكون عددهم مساوي لباقي أعضاء اللجنة الإداريين أو الأعضاء. دي 7 مكونات للجنة المركزية للسلامة والصحة المهنية، وبكده عرفنا الفرق ما بين تشكيل اللجنة المركزية وتشكيل اللجنة الفرعية. تجتمع اللجنة مرة كل 3 شهور على الأقل لمتابعة تنفيذ خطط وسياسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل باللجان الفرعية، وعرفنا إن اللجنة الفرعية تجتمع مرة على الأقل كل شهر. الباب الثالث وهو يختص بالتدريب على أعمال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، طبقا للمادة رقم 14 بتحدد التدريب الخاص بأعمال السلامة والصحة المهنية أنه يشترط في أخصائي السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في المنشآت المشار إليها في الجدول 1 ألف أن يكون أخصائي السلامة من حملة المؤهلات العلمية والعملية والتي تتفق تخصصاتها مع طبيعة العمل بالمنشأة،
أما فني السلامة والصحة المهنية أن يكون من حملة المؤهلات المتوسطة أو فوق المتوسطة العلمية والعملية أو ما يعادلها من المؤهلات الفنية العسكرية التي تتفق مع تخصصاتها مع طبيعة العمل بالمنشأة، مثل خريجي المعاهد والدبلومات الصناعية والزراعية، خريجي معاهد ومراكز التدريب المهني وإعداد الفنيين التابعة لوزارة التعليم، خريجي المعهد الفني الصحي، معاهد التدريب المهني بالقوات المسلحة المعادلة للثانوية العامة، الحاصلين على الثانوية العامة القسم العلمي. دي عرفنا الاشتراطات كده الخاصة بأخصائي السلامة والصحة المهنية طبقا للمادة رقم 14، أن يكون من حملة المؤهلات العلمية العملية العليا. طبقا للمادة 15 فني السلامة والصحة المهنية أن يكون من حملة المؤهلات المتوسطة أو فوق المتوسطة العلمية أو والعملية أو ما يعادلها من المؤهلات الفنية العسكرية كما ذكرنا. مادة 16 بتنص على أنه يشترط في فن السلامة أن يكون من الحاصلين على المؤهلات، قلنا المؤهلات اللي ذكرناها هي المؤهلات المتوسطة أو فوق المتوسطة العلمية والعملية زي دبلوم صناعي أو زراعي، أو طبعا زي كما ذكرنا معاهد التدريب، خريج معاهد التدريب والمهني وإعداد الفنيين، المعهد الفني الصحي، التدريب المهني بالقوات المسلحة المعدل الثانوية العامة، الحاصلين على الثانوية العامة القسم العلمي. تمام، المؤهلات الفنية المتوسطة التي تتفق مع طبيعة العمل بالمنشأة وفقا لما يحدده مدير القوى العاملة والهجرة المختص. ننتقل إلى التدريبات المطلوبة لأجهزة السلامة. طبقا للمادة 17 مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة، المادة 14 و15 و16 الخاصة بالشروط اللي يجب توفرها في أخصائي السلامة وفني السلامة والصحة المهنية، تلتزم المنشأة بتدريب أخصائي وفني وأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والمسؤولين عن الإدارة والإنتاج والمرافق بما فيهم الأطباء تدريبا يتفق مسؤوليات كل هذه المستويات وطبيعة العمل بالمنشأة، ويشمل التدريب أولا التدريب الأساسي ويكون مدته 3 سنوات، ينبغي قبل مرور الـ3 سنوات أن تأخذ التدريب المتقدم، ثم التدريب النوعي، ثم التدريب التخصصي. يستثنى من التدريب الأخصائيون الحاصلون على دراسات عليا بعد المؤهل العالي في التخصصات الآتية، أي أن أخصائي السلامة الحاصل على مؤهل عالي علمي وحصل بعد المؤهل العالي على دبلومة للسلامة والصحة المهنية أو للبيئة أو ما إلى ذلك، أو ماجستير أو دكتوراه، يستثنى من الحصول على تدريب الأخصائي الأساسي أو المتقدم أو النوعي أو التخصصي، سواء كان الدراسات العليا في مجال السلامة والصحة المهنية أو في مجال الصحة المهنية أو الصحة العامة لطب الصناعات أو في مجال البيئة المهنية أو الدراسات البيئية. تمام؟ كما يستثنى مفتشي وأخصائي السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة القوى العاملة والهجرة ومديرياتها والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل الحاصلين على دورات تدريبية من هذه الجهات. بخصوص التدريب المتقدم، قلنا التدريب الأساسي سواء أخصائي أو فني أساسي سلامة وصحة مهنية مدته 3 سنوات، قبل مرور الـ3 سنوات ينبغي أن تحصل على التدريب المتقدم، وده بيتم التدريب عليه في معهد الأمن الصناعي التابع للمؤسسة الثقافية العمالية والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل. هذه هما الجهتين الخاصة بالتدريب سواء أخصائي أساسي أو أخصائي متقدم، هي معهد السلامة والصحة المهنية التابع للمؤسسة الثقافية العمالية في معهد السلامة والصحة المهنية في القاهرة في شهر 26 يوليو، كذلك المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل الموجود في مصر الجديدة. يتم التدريب في التدريب الأساسي للأخصائيين والفنيين وأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، تدريب أساسي أخصائي أو فني سلامة وصحة مهنية، وكذلك تدريب أعضاء اللجان. يتولى المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتنبئة العمل التدريب التقدمي والنوعي والتخصصي في مجال السلامة والصحة المهنية وتنبئة العمل.
على أن تكون الفترة البينية بين التدريب الأساسي والتقدمي 3 سنوات على الأقصر. طب افرض أخدت التدريب الأساسي وعايز بعديه على التدريب المتقدم أو التقدمي، تمام، لكن لا ينبغي أن يمر أكثر من 3 سنوات. وطبعا التدريب المتقدم على عكس هذه المادة موجود في معهد السلامة والصحة المهنية التابع للمؤسسة الثقافية العمالية، وموجود أيضا في المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل. يجوز الترخيص للكليات والمعاهد والجمعيات الإدارية المتخصصة في مجال السلامة والصحة المهنية بالتدريب النوعي والتخصصي في هذا المجال وفق طبقا للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بالمادة رقم 19. أنواع وجهات التدريب، قلنا أولا في تدريب أساسي ثم متقدم ثم نوعي ثم متخصص. عرفنا في جهات التدريب إما معهد الأمن الصناعي أو معهد السلامة والصحة المهنية التابع للمؤسسة الثقافية العمالية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أو في المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية سواء أساسي أو متقدم. تمام. التدريب أخصائي أو فني السلامة والصحة المهنية، وكذلك تدريب أعضاء لجان السلامة والصحة المهنية سواء أساسي أو متقدم. تمام. التدريب النوعي أخصائي وفني سلامة وصحة مهنية وأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية طبقا لنوع الصناعة، غزل، نسيج، بترول، يعني بيبقى تدريب متخصص في مجال الصناعة، سواء تدريب أخصائي وفني نوعي أو تدريب أعضاء لجان نوعي طبقا لنوع الصناعة. هذا هو التدريب النوعي، بيتم في المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل. أما التدريب المتخصص بيتم في الكليات والمعاهد والجمعيات المتخصصة في مجال السلامة والصحة المهنية، هو تدريب أعضاء لجان السلامة والصحة المهنية كل في تخصصه سواء طب، هندسة، علوم أو ما إلى ذلك. أما بالنسبة لمناهج التدريب للدورات، دي بتحدده المادة رقم 19، أنه تشكل بقرار وزاري من وزير القوى العاملة والهجرة لجنة برئاسة رئيس اللجنة المركزية المختصة بوزارة القوى العاملة والهجرة وممثل عن المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية من ذوي الكفاءة المهنية والعلمية والتطبيقية. طبعا ده على الورق بس، لكن في الواقع طبعا اللي معاه واسطة بيتحط في اللجنة. تختص هذه اللجنة بما يلي: أولا لجنة طبعا وضع الدورات ومناهج التدريب، تختص بوضع مناهج التدريب النظرية والعملية للدورات الأساسية والمتقدمة والنوعية والمتخصصة سواء للأخصائيين والفنيين وأعضاء اللجان، تمام، وكذلك المسؤولين عن الإدارة والإنتاج والمرافق كما ذكرنا، سواء لأخصائي أو فني سلامة أساسي أو أخصائي أو فني متقدم أو أعضاء اللجان كما ذكرنا في التدريب وجهات التدريب. أيضا تختص لجنة وضع المناهج بوضع القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بالترخيص للجهات التي يجوز لها التدريب النوعي والتخصصي طبقا للمادة السابقة، ومنح التراخيص وسحبها وإلغائها في حالة مخالفة الشروط والإجراءات، تحديد شروط ونوعيات ومستويات المحاضرين والمتدربين والقواعد العامة للاختبارات الخاصة بقياس مستوى تحصيل المتدربين في نهاية الدورات ومتابعة تنفيذها، اعتماد الشهادات التي تمنحها كافة جهات التدريب للمتدربين. تمام؟ وبكده نكون أخذنا كل شيء عن أجهزة السلامة والصحة المهنية، كذلك لجان السلامة والصحة المهنية سواء الفرعية أو الأساسية، من حيث التشكيل، من حيث المهام، من حيث الاجتماع، وأيضا أخذنا تدريب أعضاء اللجان وتدريب الأخصائي والفني وجهات التدريب وأيضا المناهج. وبكده نكون وصلنا لنهاية محاضرتنا، شكرا جزيلا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.